فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زوجتي مريضة بفيروس بي، يقول زوجتي مريضة بفيروس اسمه بي في الكبد، يقول: وتعيش بكلية واحدة، ونريد أن نوقف الإنجاب خوفا من أن ينتقل الفيروس إلى الأولاد، وقد حذرها الأطباء من أن تأخذ وسائل لمنع الحمل لأن ذلك ينشط الفيروس. سؤاله: لم يبق لدينا إلا وسيلة ربط الرحم، فهل يجوز لنا فعل ذلك؟ جيب تقرير من لجنة طبية موثوقة واكتب معه خطاب للمفتي ويعرض على اللجنة، تنظر فيه وتبني عليه فتوى بالجواز أو عدم الجواز. نعم.